السلام عليكم ورحمه الله وبركاته كيف الحال يا شباب عادل او اس اي جيمر معكم عساكم بخير شو مسوين وش علومكم ماينكرافت اخيرا صارت لعبه كامله هذا 1.0.0 هذه اللعبه كامله من ماينكرافت لا هي بيتا ولا هي الفا هذه اللعبه صارت كامله امس في تاريخ 17 او 18 11 2011 <applause> طيب انا ضيعت التاريخ لكن اصبحت كامله واعلنوا عنها بشكل رسمي امس او قبل امس من تاريخ تسجيلي للمقطع هذا. أه اللعبه سعرها 28 دولار الظاهر او شيء زي كذا، 28 29 دولار مع الفواصل والكسور والشغلات هذه. اللي عنده اللعبه الاصليه اللي شرى اللعبه في ايام البيتا او ايام التجربه. آه راح يقدر يلعب اللعبة هذه ببلاش الحين لانه كل اللي عليه انه يدخل آه يدخل اليوزر نيم حقه وكل شيء وراح يدخل اللعبة على طول. فهذه بالنسبة للناس اللي شروا اللعبة، بالنسبة للناس اللي ما شروا اللعبة واللي منزلينها مهكرة ومكركة، أتمنى أنكم ما ترسلوا لي مسجات لأني أنا ما أعرف ولا شيء عن تهكير الألعاب ولا أعرف ولا شيء عن الألعاب اللي منزلينها من التورنت والشغلات هذه. اتمنى انه ما تجيني مسجات زي كذا لاني ما اعرف ولا شيء، اعرف اذا عندك اللعبه الكامله او اللعبه الاصليه وكيف شريت ولما شريتها اوكي ممكن اساعدك وقتها لاني عارف وممكن اني اساعدك في الشيء هذا. بالنسبه كيف تقدر تشتري اللعبه ومن وين؟ في لينك تحت في الديسكربشن موقع ماينكرافت دوت نت، هذا الموقع الرسمي للعبه، تقدر تروح تشتريها من هناك اذا عندك فيزا او ماستر كارد. والظاهر اذا عندك باي بال تقدر تشتريها للاسف هذا اللي انا اتوقعه ما ادري اذا تقدر تشتريها عن طريق وان كارد او عن طريق حسابك في البنك او الأشياء الثانيه هذه الباقيه ما ادري للاسف ما ادري فبرضو اتمنى ما تجيني مسجات زي كذا خلونا ندخل نشوف ايش في في اللعبه الجديده سوي كريت وورد ونحطه كرييتيف ونشوف شو الوضع كرييت وورد طبعا من زمان ما دخلت ماينكرافت قلت اني راح ارجع ماينكرافت وان شاء الله راح ترجع سلسله ماينكرافت بعد اللعبه كامله صارت اللعبه كامله الحين فا اوكي وش صاير هنا خلنا نضغط اف 5 بالنسبه سكن واحد مسوي لي اياه شكرا لك يا اللي مسويت لي اياه كيف تقدر تسوي زي كذا تضغط اف 5 وتشوف نفسك اهلا وسهلا كيفكم شلونكم مساكم بخير يلا حيهم كيف الحال اخباركم خلاص <applause> عاد باب ثاره أه اندرمنز اوكي وراه اختفى وين راح يا ساتر يا ساتر وش ذا المرحلة اللي كلها ثلج؟ أنا صديقنا تعال وين رأي؟ مو عاد وش سالفة وراك كذا لهالدرجة يعني صاير يختفي بسرعة؟ يلا حيهم طبعا هذه إضافة جديدة لل الحين قاعد يلاحقني هو بس عاد يعقب يجيبني آه نشوف شو في من أشياء جديدة حطوها هذي آه هذه البريكس كاملة هذه الشغلات كلها موجودة هذا كلها نعرفها موجودة من قبل هذه كانت موجودة من أيام 1.9 اغلبها اغلبها موجوده من ايام 1.9 اللي هو التحديث الاخير للعبه امم هذه اتوقع اللي فيها الكتاب خلينا نشوف ما ادري قصه ام ليش راسبروني هنا في عالم كله ثلج هذه اللي فيها الكتاب تقدر تدخل وتظبط الشغلات آه طبعا ان شاء الله راح نتكلم ع... راح اتكلم عنها وراح اشرحها في اوقات لاحقه لكن حبيت اني اوريكم واقول لكم ان اللعبه نزلت كامله واللينك تحت في الديسكربشن اللي اللي يبغى يروح يشتري اللعبة زي ما قلت تقدر تروح تشتريها عن طريق الماستر كارد او الفيزا ما ادري اذا تقدر تشتريها عن طريق الاشياء الثانية انا اعتذر اذا ما عندي الخبرة الكافية للشيء هذا لكن اتمنى الناس تروح تشتري ماينكرافت وتجرب اللعبة اللعبة جدا حلوة صحيح انها ضحك وفيها مربعات والشغلات هذه لكن اللعبة جدا ناجحة باعت مبيعات جدا خرافية واتمنى انكم تجربونها يعني ان شاء الله انكم تجربونها وان شاء الله انكم ما تنزلونها مكركه ان شاء الله انكم تروحون تشترونها يعني آه، نبغى نوقف القرصنه والشغلات اللي مو بحلوه هذه في النهايه كان معكم عادل اوسي جيمر وانتظروا السلسله الجديده الماينكرافت من منها هالمالتي بلاير او الاونلاين ومنها اللعب الفردي كان معكم عادل اوسي جيمر كيب سمايلينج تيك كير. السلام عليكم